ما هي الرشوة شرعا دكتور؟ يعني أن الرشوة يعني أن تحمل البائع على بيع البضاعة هي نعم بسعر منخفض مقابل مبلغ له خاص، هو قد يكون هذا البائع موظف بالدولة. نعم. فأنت لما أعطيته هاتف خلوي مشارك المعارض ومشارك إياها قبل غيرك، وهي لا تسير هكذا، لا تجوز. نعم. هنا الحرام على من دكتور؟ أنا أقول لك كلمة دقيقة، الإنسان مبرمج على معرفة الحق والباطل. نعم. نعم. الإثم هنا على من دكتور يكون؟ على كل الأطراف ولا فقط على من استلم؟ لا، على من أخذ. على الراشي طبعا. وعلى المرتشي والرائش بينهما، في الحديث دعنا الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الرائش من هو دكتور؟ هذا موظف قال له شوف هذا شغلتك مع فلان، بياخذ هدية، اللي هو أمل له هدية، وسيط الشر إنجاز التعبير، أمل له هدية بيوافق لك، تشمله اللعنة أبدا. طيب. الراشي والمرتشي والرائش بينهما، الوسيط بينهما. دكتور لو اضطر الإنسان إلى الرشوة، موضوع تاني صار لك، مبلغ بالدولة مثلا، مبلغ ضخم جدا، قال لك واحد همسا لا يمكن تاخده خلال سنتين ثلاثة، بنخلق لك كل مرة عقبة، تدفع لنا هالمبلغ تاخده بكرة. هلأ هون في مشكلة كبيرة جدا، دفع مبلغ من المال لدفع ضرر متحقق ثابت، لدفع ضرر متحقق ثابت لا يمكن تلافيه، المطلوب أو الأغلب الدافع لا يحاسب، أم الذي قبض يحاسب أشد الحساب. طب شو المعيار دكتور؟ يعني عفوا، متى أؤاخذ؟ لك بضاعة حق 5 ملايين. نعم. بالميناء قال لك بدي 1000 دينار واحد، أو إذا ما بينسرق نصة أنا مسؤول، إذا ما بينسرق نصة البضاعة وبتتلف ولا بعطيك إياها، ممكن دفع مبلغ من المال لدفع ضرر متحقق ثابت لا يمكن تلافيه، يغلب على ظني أنه الدافع لا يحاسب عند الله. يعني هنا لك بضاعة بخمس ملايين، دكتور من يقدر مقدار الضرورة هنا؟ يعني ممكن حدا يقول لك الإنسان أنه أنا تتأخر معاملتي مضطر أدفع. أنا ما بقدر أقدر لا أنا ولا غيري إلا صاحب الشخص نفسه. القضية دكتور لو فيها تأخير لو فيها تعطيل لا يعتبر ضرورة شرعية، سيدي في بضائع موسمية إذا تأخرت ما بقى تنباع معه. في بضائع موسمية جاي مثلا ملابس، في بضائع لها مفعول، صلاحية معينة، صلاحية معينة يعني تنتهي صلاحية. أحيانا دكتور في بعض الأشخاص يتم نفس الشيء مثلا في الحدود مثلا، يعني تعطيله بطريقة مبالغ فيها، فهنا يضطر مرات إلى دفع الرشوة حتى تسير أموره. هعيده مرة ثانية سيدي، دفع مبلغ من المال لدفع ضرر متحقق ثابت لا يمكن تلافيه، في الأعم الأغلب أن الدافع يغفر له هذا المبلغ. نعم. على الحدود دكتور إذا أنا تم تعطيلي بلا سبب ولساعات طويلة وعليها يمكن تذهب طائرتي وكثير. نعم. من التفاصيل. نعم. أنا نفسه يعني يعفى عني تمام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، حتى أنا ما أنزل من السيارة بدفع مبلغ من المال حتى ما أنزل وأمشي وأقف في الطابور لمدة ربع أو نصف ساعة، لا يعتبر ضرورة. وهنا المال حرام. نعم. حرام علي لمن أدفع وعلى الذي يستلمه، على من أخذ المال وعلى الدافع. هذه قضية مهمة دكتور، أحيانا برضو الناس تستسهل فيها في هذا الجانب، لا بد لنا من المزيد دكتور، نشرك مستمعين الكرام. نعم. في حوارنا. لكن إذا كان له صديق على الحدود وسهل له انتقاله ما أخذ شيء، هاي إكرام من الله صارت، ما عطل إنسان، ما أخر إنسان من حقه يتقدم. نعم. عنده. إذا صديقي ساعدني دكتور على حساب الآخرين، لا ما بيجوز. نعم. من دون حساب. جميل جميل، يعني مشاني لكن دون أن يعطل. نعم. أحد آخر. نعم. بطريقة قانونية. نعم. لكن اختصرت الزمن لا حرج. نعم. أما عفوا عطل الآخرين دكتور طبعاً. وجعلني بالمقدمة وأنا آخر طبعاً. واحد طبعاً.